اسف ممكن اعدي؟ اسف يا خبر، اتفضل عدي يا استاذ يحيى، اتفضل. احنا في ديك الساعه. عدي عدي يا بيضة، عدي يا حيلتها. مصلحة خدمت ابوك. عدي يا رخاص يا بيضة. عدي انت هتصورني. يلا يا فرفور. كده ايه؟ عندي برد والله، عندي برد مش حاجه تانية، ما تفهمنيش غلط، والله برد، عندي برد والله، والله عندي برد، والله جالي برد. الشك الشك حيموتني. يا عم كورونا ايه وبتاع ايه، بس احنا ما انا عايز انزل دلوقتي بعد ما اخلص هروح اخد سندوتش سحالي كبير كده، حته سحليه كبيره، بعدين يتحط عليها رق صراصير ورق ضفادع ورق فيران وشويه نمل وبيض التمساح مقليه، وبعدين اقلب عليه خفاش كبير كده واكله، ويجي لي فيروس نادر جدا واموت وانا قاعد وعد الكوكب كله بقى، يعني انسف الكوكب تماما. واد يا خميس مسخن خمسوي، مش هنسلم مش هنبوس، مش هننشر الفيروس، مش هنسلم مش هنبوس، مش هننشر الفيروس، مش هنسلم مش هنبوس، مش هننشر الفيروس. شاعر مليجي حصلها، شاعر مليجي يا مليجي حصلها. عظمه قوي حياة النبي محمد، دي اللي يجيب لي جلطه، ما حد هيجيب لي جلطه غير ده. اما تضحك اما تضحك يا اخي، حياة دينك ينفع الحوارات اللي انت بتعملها كلها دي؟ لا ما ينفعش. طب لما ما لما ينفع هتجيب لنا سكر، اما انا اقول لك ارجع قال اقول له شمال يقول لي يمين، يمين يبقى شمال، غرب يبقى شرق. انا مش عايز وش، انا شارد دماغي، اقسم بالله افتح تربه وانام فيها حي. انا حين عليا والله العظيم امسك الراوتر ده فشفش اخو، حين عليا امسك الراوتر بتاعتي ايه ده افشفش اللي جابوه، اعصابي عايز اجيبه كده واكسر اللي جابوا الراوتر ده. سندوتشات كده، جبنه رومي كده وجبنه بيضه وحلاوه ولانشون وروز بيف، كل واحد معاه ازازه شيفن كده يشربها لوحده كده يبقى مبسوط كده. تمام تمام كله كده. يبقى مش هودي ايدي عند وش مبدئيا. طب لو انا مثلا عايز اهرش مراخيلي هتموتني، عايز اهرش هعمل كده اهي خلاص اديني هرش. طب عيني يا حبه عيني عايز ادعك هعملها كده مثلا مثلا. وينو أبدي سوس يكون في اللغات.
انا عايز اكل. ابويا ابويا الله يخرب بيتك عملت ايه؟ اهلا ومرحبا بكم اعزائنا المشاهدين، معاكم اخوكم اوباما المصري. هيعمل لكم النهارده الصينيه بتاع مسلسلاتكم السوداء. راح فين؟ استنى بس بالهدا الهدا ولا يهمك. انت راح فين؟ انا راح مفيش تعال لهنا الهدا ولا يهمك. مفيش هدا واحد هنا. خد يا ولد حلقة من الناحية التانية. اهو يا ولد امشي كده من هنا. لا حلقة عليه من هنا انت تمسكنا هنا. انا هنقعد كده لوحدنا. ده طلع مجرم. الفل هو فين الفل ده يا باشا؟ اه صحيح مفيش فل. لا ولما انت مش شايف فل بتقول لي ليه مساء الفل؟ شايفها مزحتها؟ شايفها مخدره؟ شايفها بتنجم؟ يا عم انا اسف ما كانتش كلمه. لا جاي تقول لي انا مساء الفل ليه؟ شايفني رايق؟ شايفني مزقطط؟ مش شاكي عينه؟ الله بتحزم وبرقص. خلاص يا سيدي حقك عليا. هو انا جيت لسيره امك؟ انا بقول لك مساء الفل وكمان بتقولها في وشي. بلاش مساء الفل، مساء الزفت على دماغك ودماغ اللي جابك. شايفتها يا كروديا؟ لو سمحت انصراف، لو سمحت انصراف، انصراف يا حضرات، كده غلط. ارحلوا جميعا وارحلوا في هدوء، ارحلوا حتى لا تسفك انتماء داخل الاتحاد، ارحلوا الاحرى، انتوا وديتونا السجن. الراجل ده سعادتك هو الست دي مش ممكن يبقى الحطر الحسن على ليها، وده اللي حضرتك لازم تطلع على ليها وقال من الناس وكل انسان على ليها. حضرتك ممكن تسال كل الحسن اللي حضرت القاضي والله على ما اقول شهيد. أنا زهقت من قعدة البيت. أوه هنزل أقعد على القهوة. لا 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 يا سيدي عتمان، ده أنت لسه قدامك العمر. بص أنا عاوز منكو حاجة، عاوزكو تسيبوني أنزل الشارع شوية لوحدي. أنا مخنوق، مش عاوز أقضي اليوم كله في البيت كده. ما تكتفونيش. لا لا يا سيد، أنا قلتلك مش عايز أسمع منك الكلام ده تاني. حاضر هقعد واترزع اسبوعين كمان في البيت، وقوم من على الكرسي اقعد على الكنبه واكلم نفسي، افضل اتفسح في الشقه وادب ايدي في الثلاجه وبعدين اقفلها تاني وامسك اكره الباب واروح اغسل ايدي بعدها 20 ثانيه، اغسل وارش كحول في ايدي ارش كحول في ايدي واقفل ايدي كده اهو، اقفل على الفيروس كده اهو، واقول للناس كلها بصوا وشوفوا الفيروس. Oh.